احتضنت العاصمة الجزائرية منتدى رجال الأعمال الجزائري السعودي برئاسة ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والاستثمار، ونظيره الجزائري وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، بحضور رجال أعمال البلدين للبحث في سبل تعزيز التعاون الاقتصادي التجاري ومناقشة العديد من الملفات. اليوم معنا عدد كبير من رجال الأعمال المميزين وشركات ضخمة سعودية ومجلس الغرف السعودي ومجلس الأعمال السعودي الجزائري. كل هذه المجالس وكل هذه الشركات اليوم ترى أن الجزائر شريك استراتيجي للمملكة العربية السعودية، نظرا لما تتملكه الجمهورية الجزائرية من موقع جغرافي ومن حجمها الكبير. يأتي هذا المنتدى بالتزامن مع زيارة ولي العهد محمد بن سلمان إلى الجزائر رفقة وفد رفيع المستوى يضم أعضاء في الحكومة ورجال أعمال وشخصيات سعودية بارزة. تأتي زيارة سمو سيدي ولي العهد إلى تعزيز العلاقة وتعزيز التبادل وتعزيز الإمكانيات والعمل على معالجة أي تحديات تواجه الطرفين، وشفت اليوم الحمد لله والشكر لله هناك مشاريع جديدة ولكن نأمل أن تكون أكثر. الجزائر ما في شك لديها من الإمكانات التي تستطيع أن نستثمر هذه الإنسان، فمثلا تواجد وفد رجال أعمال من شركات سعودية كبيرة وعلى رأسهم شركة سابك التي تعتبر ثالث أكبر شركة في العالم في البتروكيماويات لاستثمار للاستفادة من الثروات الوطنية والعمل المشترك والعمل معا مع الحكومة الجزائرية لتطوير صناعة البتروكيماويات في المملكة، وهذا المشروع إن شاء الله تحت الدراسة ونأمل أن يكون هذا هو المشروع الحيوي الأكبر واللي يخرج إلى حيز التنفيذ. اتفق الجانبان على دراسة إمكانيات وفرص التعاون وإقامة مشاريع كبرى في العديد من المجالات، حيث تم تدشين 5 مشاريع بين المملكة والجزائر في عدة مجالات والتي ستدخل حيز الخدمة مطلع العام المقبل. اليوم كذلك كان هناك حدث مهم بحضور معالي الوزراء من الطرف الجزائري والسعودي، وهو إطلاق 5 مشاريع لمستثمرين سعوديين. أؤكد إطلاق مشاريع وليس توقيع اتفاقيات، يعني مشاريع ستعمل وستدخل في طور الإنتاج. المشروع الأول في مجال الصناعات الكيماوية غير العضوية، المشروع الثاني في مجال معالجة المعادن، المشروع الثالث في مجال الصناعات الدوائية، المشروع الرابع في مجال صناعة الورق الصحي، المشروع الخامس في إنتاج عصائر ومشروبات عالية الجودة. والحمد لله يعني هذا مؤشر جيد على تدفق الاستثمارات السعودية الجزائر. ترغب المملكة في إقامة شراكات استثمارية استراتيجية مع الجزائر بهدف دفع العلاقات الاقتصادية وترقيتها إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين. ملتقى الأعمال الجزائري السعودي فرصة لرجال الأعمال لفتح آفاق جديدة من أجل رفع حجم التبادل التجاري وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين. كمال وفي الإخبارية الجزائر.